أتى رمضان يجمعنا لندرك لذة القرب ويملأ بيتنا نورا وينثر بهجة الحب. حبال الود قد نسجت من الإحسان للأهل إلى ولد تلاعبه ولا تمشي على عجل، إلى بنت تساندها وتؤثرها على العمل، إلى من همك ابتسمت برغم مرارة الحمل. عماد البيت قد قامت على نبض من القلب، فلا تكسر مشاعرهم فأهلك نعمة الرب، وكن خيرا لهم دوما بلا حد كما السحب، وصادقهم وكن معهم بوقت الجد واللعب. لهم